وإلى معرض صالون الدولي للطالب الأفريقي، حيث تجولت عدسة التلفزيون الوطني برفقة الزميل محمد حسن آدم بداخل أجنحة وأروقة المعرض، حيث أعد لنا هذا التقرير. مواصلة لفعاليات الصالون الدولي للطالب الإفريقي ومتابعة لأنشطة المعرض الثقافية والعلمية والفكرية، حيث أن المعرض مقسم إلى جناحين: الجناح الأول خاص بأرض المنتوجات العلمية والخدمات التقنية لمختلف المؤسسات التجارية، وذلك استجابة لنداء وتوجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تعزيز وترقية قطاع الشباب وتقوية إبداعاتهم وقدراتهم العلمية. نحن حقيقة كشركة يهمنا جدا أن يكون في بيننا اتصال مباشر مع الشباب، أن الشباب بالنسبة لنا هو أهم شيء، لأن نحن عملنا لا نستطيع أن نحقق إلا من خلال مع الشباب، وبالتالي ان الشباب نلتقي معهم، نحكي لهم فرصه العمل معنا. جينا هنا شرحنا للشباب، جلسنا في فترات وما زلنا نجلس معهم، يعني في بعض قدموا عقود عمل اخذناها منهم، بعض منهم مثلا شرحنا لهم ما هي اهداف هذا المشروع، بعض منهم كان بعض الاسئله جاوبنا لبعض اسئلتهم. لذلك يعني هذا المشروع يعني مهم جدا بالنسبه لنا ومهم جدا للدوله وللشباب. جينا نحن في هذا الصالون عشان نشارك في مجال ارسال الرسائل وحتى الكولي في مدينه عمينة وفي تشاد كلها، والسبب اللي جابنا الصالون ده عشان العالم كله تعرف بكونه في أشياء كثيرة تحصل في البلد، والشباب التشاديين ما نايمين ساكت. بينما الجناح الثاني خاص بأنشطة وبرامج مؤسسات التعليم العالي، كما أن هناك جناح خاص بتوجيه الشباب لاختيار التخصصات التي توافق مع سوق العمل. منذ انطلاق المعرض الدولي للطالب الإفريقي في طلبة كثيرين شاركوا أي جونا في هذا المعرض ووجهناهم، والهدف من هذا المعرض توجيه الطالب التشادي للمواد العلمية. فحاليا وجهنا الطلاب الأساس أن يتخصصوا في هذا المجال. كما أن المعرض سمح للطلاب والزوار الاستفادة من المنتوجات والخدمات المقدمة من الجهات السالفة الذكر. جينا هنا عشان أننا وقفنا إتيدة في الليسانس وندور نكونتيني في ماستر بون دابا جينا انا انتريسي في كول انا سيب مانجمنت فيليير انا ندور دا سي نكونتينيتي وفيليير دا عجباني ستادير انجينيري كوميرسيال. ونشير الى ان من اهم اهداف الصالون اعداد اجيال واعيه وهادفه لضمان مستقبل القاره السمراء. نهاية النشرة لهذا المساء، إلى أن ألتقيكم غدا بمشيئة الله، أترككم في رعاية الله وحفظه.